السلام عليكم ورحمة الله. الآن سأشرح لكم كيف نرسم مستقيما يعامد مستقيما آخر. أمامنا المستقيم دي، وطلب مني أن أرسم مستقيما يعامده ويشمل النقطة بي. هذا هو الكوس أمامنا، هذه حدي الكوس اللذان يشكلان الزاوية القائمة. هكذا نستطيع أن نرسم. ها أمامنا النقطة بي، يجب أن نطبق طرف أحد طرفي الكوس اللذين يشكلان الزاوية القائمة على النقطة ب، هكذا بهذا الشكل. هكذا أو هكذا، كذلك من هنا قلب الكوس، يعني الكوس تعدد الاستعمال، ها بشكل زاوية قائمة. كذلك هكذا، لاحظوا معي، إذا كان يعني طرف الكوس ها شكل زاوية قائمة، كذلك هكذا نستعمل الكوس. كلها استعمالات مختلفة لكوس بحيث ينتج لنا زاوية قائمة. الكوس نستعملها على أربع وجهات، يعني كملوا فقط لكي لا يخطئ أبناء التلاميذ. يعني نرسم الخط هذا، نوضحه فقط، أريد أن أوضحه فقط، ونضع رمز الزاوية القائمة هكذا. سهل يعني طريقة استعمال الكوس. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. إلى اللقاء.